السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصة كشف. حلقة اليوم نتناول التوجه الجديد للدولة من خلال تبني نظرة اقتصادية جديدة. تسعى الجزائر بأن تكون سنة 2024 سنة اقتصادية بامتياز مع تنويع مصادر الدخل بعيدا عن نشاط المحروقات. ولمناقشة هذا الموضوع استضيف الأستاذ بوشيخي بوحوص، أستاذ في الاقتصاد من جامعة مستغانم. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور بوشيخي. يعني من خلال ما تقوم به الدولة والتوجه الجديد للدولة في مسعى لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن نشاط المحروقات، وبأن تكون سنة 2024 هي سنة اقتصادية بامتياز من أجل تحقيق نقلة وتنوع في الاقتصاد، وكذلك أستاذ ما يعزز يعني من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، قراءتكم لهذا التوجه الجديد للدولة؟ طبعا كما ذكرت في المقدمة تاعك أن الدولة تريد أن تذهب إلى التنويع الاقتصادي، وبالضبط تريد أن تذهب إلى تصدير خارج المحروقات، يعني معناتها إنتاج فوائد معينة في مختلف المنتجات سواء في القطاع الفلاحي أو القطاع الصناعي أو القطاع الاستخراج، يعني قضية المعادن إلى آخره، من أجل بلوغ هدف. هذا الهدف يعني ذكرته الحكومة وقالت أنها تريد أن تصل إلى 18 مليار دولار خارج المحروقات، يعني هذه صادرة. طبعا من أجل بلوغ هذا الهدف لا بد من تحريك عجلة الاقتصاد، عجلة الاقتصاد الوطني. ومعروف أن يعني هناك قضية مهمة في الاقتصاد أو مؤشر معروف هو الإنتاج المحلي الإجمالي، لو بي بي، برودكسيون انتير بريت. هذا الإنتاج المحلي الإجمالي كيف يحسب؟ يحسب كالتالي: الإنتاج المحلي الإجمالي لأي بلد يساوي مجموع القيم المضافة التي تنتجها الوحدات الاقتصادية الموجودة في ذلك البلد. إذا نريد أن نزيد من الإنتاج المحلي الإجمالي ونزيد من النمو، لابد من تحريك عجلة الاقتصاد، أي بعث الشركات الوطنية وأيضا شركات القطاع الخاص، يعني جنبا إلى جنب من أجل زيادة الإنتاج وتحقيق فوائد، وتلك الفوائد يتم تصديرها. أستاذ بوشيخي تحدث عن أن الدولة تسعى إلى بعث الشركات الوطنية وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي، وهذا كله يهدف إلى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية. أستاذ بوشيخي، ألا يعني من خلال هذه السنة يعني فيه تراكم لاحتياط الصرف وتقلص عجز الميزانية، كيف يمكن أن يساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني والاستفادة من هذا الاحتياط الصرف يعني في تحريك الاقتصاد؟ بارك الله فيك. طبعا المتتبع لاحتياط الصرف في الجزائر في نهاية 2022، يعني العام الماضي، كان تقريبا الاحتياطي الصرف فقط في حدود 40 مليار دولار، وبفضل أو على كل حال بفضل العالم الخارجي الموجود وقضية الحرب الأوكرانية الروسية وإلى آخره، هناك طبعا ارتفعت أسعار البترول، يعني خاصة الغاز الطبيعي تضاعف 3 مرات. نوعا ما الاحتياطي الصرف في الجزائر كل المؤشرات تؤكد أنه في نهاية 2023 تقريبا يكون في حدود 84 مليار دولار، معناتها تضاعف مرتين. معناتها الجزائر نوعا ما من ناحية الاحتياطي الصرف لها احتياطي صرف مقبول، وكل الخبراء يعرفوا أن احتياطي الصرف هذا يكفي لمدة استيراد لمدة 3 سنوات. معناتها بالنسبة، معناتها نحن نوعا ما الاقتصاد الجزائري أو الوضعية تاع البلاد تحسنت من ناحية الاحتياطي الصرف. ولكن نحن هذا الاحتياطي الصرف طبعا بفضل سياسة الحكومة وبفضل يعني توجه السيد الرئيس، نريد أن نذهب إلى تحريك عجلة الاقتصاد، يعني نريد أن يعني نرجع إلى
سابق عهدنا، فمعروف أن الجزائر في السبعينات والثمانينات والتسعينات تقريبا كان لها مناطق صناعية في مختلف ولايات الوطن، وهناك مركبات صناعية في مختلف، وكنا ننتج كل شيء. إذن أنا أنتظر أن يعني سلطات البلد، وخاصة في ظل الحكومة الجديدة وفي ظل يعني توجهات السيد الرئيس، السنة هذه نروح فعلا إذا زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي على الأقل 10%، يعني نريد أن نصل إلى حوالي 280 مليار دولار يعني بالنسبة للسنة المقبلة إن شاء الله. كذلك أستاذ بوشيخ، إذا نتحدث يعني كما قلت على التوترات الحاصلة يعني خلال الأزمة الأوكرانية الروسية، وحتى الأزمات التي تنشأ بين فترة وأخرى في العالم، أكيد أن هذا الارتفاع في الأسعار يعني وفر يعني مداخيل من العملة الصعبة من خلال نشاط المحروقات للجزائر. كذلك أستاذ، يعني كما تقول أنه يمكن الاستفادة منها يعني في التنمية الاقتصادية، وكذلك أستاذ نتحدث عن هذه التوترات الحاصلة أثرت على أسعار المواد الأولية وحتى أسعار المواد الغذائية التي تستمر يعني في الارتفاع، وهذا أكيد يؤثر على القدرة الشرائية. كيف ترى الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر؟ بارك الله فيك، يعني الخروج من التبعية، يعني هذا هو، يعني الفكرة أننا لما نحرك عجلة الاقتصاد وننتج غذاءنا بأنفسنا. والمعروف الجزائر المساحة تاعها 238 مليون هكتار، كلها قابلة للفلاحة والاستصلاح. يعني سابقا كانت هناك فكرة، وماذا كانوا يقولون؟ يقولون أن الجزائر فقط لها 20 مليون هكتار تل، معناتها قابلة للفلاحة، وكل الصحراء غير قابلة، معناتها أراضي قاحلة. ولكن تم هذه القضية تم إثباتها أنها خطأ، يعني الصحراء منتجة للخيرات، والدليل في واد سوف، الدليل في أدرار، الدليل في المنيعة، الدليل في برشا، وأيضا الصحراء فيها مياه جوفية، ومياه جوفية قابلة للتجديد. ولهذا السيد الرئيس طلب رسميا استصلاح 4.5 مليون هكتار، وننتظر من وزارة الفلاحة أن تنطلق في هذه القضية خاصة الاستصلاح. وطبعا ربما يعني وزارة الفلاحة وما هم مشكورين على كل حال، الإطارات الموجودة في وزارة الفلاحة أنهم وضعوا منصة وطلبوا من المستثمرين المحتملين إلى الولوج لتلك المنصة، وطلب مساحات من الأراضي توصل حتى 150 هكتار، 205 هكتار لكل مستصلح في 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 المنيعة، في أيضا في عين صالح، أيضا في الواد، في أدرار، والأدرار هي معول عليها، خاصة بالنسبة للأدرار أنها دخل المستثمر الأجنبي سواء الأتراك وحتى الصينيين. الصينيين يريدون أن يستثمروا في الفلاحة في أدرار، يعني فقط باقي القضية نتاع يعني مواكبة هذا وتشجيعهم والذهاب إلى الاستصلاح. ولما نروحوا للاستصلاح معناتها يكون هناك إنتاج ونحلوا المشكلة تاع الغذاء، خاصة بالنسبة للحبوب أو الحبوب الجافة. كما قلت أستاذ بوشيخي، يعني أصبح يعني الفلاحة في 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 الجنوب الكبير فرصة يعني لخلق وظائف ومناصب عمل، وحتى كما قلت لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا يحتاج أستاذ بوشيخي إلى وسائل نقل متعددة، يعني من شبكة سكك حديدية وحتى الطرقات. نعم، يعني الجزائر واستراتيجية أولا السلطات بصفة عامة فيما يخص المنشآت القاعدية، معناتها الطرق تاع السكك الحديدية، الجزائر تملك حوالي 4000 كيلومتر إلى ما تخني الذاكرة، وتريد أن يعني تزيد هذه الشبكة تاع ونوصلوا إلى 6000، معناتها نربط يعني هناك سكك حديدية تنطلق من وهران وتمر إلى بشار وهي موجودة، ثم تنتقل من بشار إلى تندوف،
إذن هذا بالنسبة للخط اللي موجود في الغرب والجنوب الغربي. وأيضا الخط المهم جدا واللي راه موجود وراه السيد الرئيس الجمهورية أشرف عليه، ينطلق من الجزائر العاصمة إلى المدية إلى العاصمة المستقبلية اللي هي بوكازول، إلى الجفة، إلى الغواط، وننتظر الآن من الأغواط إلى المنيعة إلى عين صالح إلى تمرس ان شاء الله. يعني هذا الجزء اللي راه متبقي. وبالنسبه للشرق ايضا فهناك مشروع يعني طبعا موجود على النابة الى تبسه، من تبسه الى تكرت، ومن تكرت يعني المشروع اللي راه يريدون ان ينطلقوا فيه هو من تكرت الى الواد سوف الى اليزي. اذا وهكذا يكون عندنا ثلاث خطوط تاع سكري، بالاضافه الى ما يسمى بطرق السيارة، سواء بالنسبة للطريق السيارة الجزائر تمرس، ازدواجيته وتشجيره، خاصة ما بين ولاية عين صالح فقارت الزواء ولاية سيد الشيخ إلى تمرس. يعني هذه المساحة طبعا هذه المسافة راها أنجزها سابقا ما يسمى يعني جنود الخدمة الوطنية، وهو ما يسمى بالطريق الوحدة، يعني كان موجود يعني وهو موجود ولكنه مهتر. الآن كل يعني انت يعني الدراسات راها منجزة، فقط بقي الانطلاق في الأشغال على مسافة 700 كيلومتر. وفي هذه 700 كيلومتر ما بين عين صالح إلى تمرست سوف يعني ننتظر أنهم يروحوا إلى ازدواجية الطريق وتشجيره وتكوين واحة الوحدة الإفريقية. وهذه واحة الوحدة الإفريقية يكون الطول تاعها تقريبا 700 كيلومتر والعرض تاعها 40 كيلومتر، وهكذا هذه الواحة تكون فيها 2.8 مليون هكتار كلها تستقبل أشجار، سواء الأشجار الطبية أو النخيل اللي احنا الجزائر رانا يعني لم نبلغ العدد المقبول بالنسبة لعدد النخيل. يعني كل البلدان يعني وخاصة يعني اللي فيهم الاستهلاك تاع النخيل، احنا الاستهلاك تاع التمور معروف ان حتى هناك حديث نبويه تتكلم على استهلاك التمور، معناتها كل جزائري لازم يستهلك التمور. مثلا موجود يعني حديث يتكلم على 7 حبات في اليوم الى اخره، معناتها هناك، ولكن هذا حنايا ماناش نستهلكوا التمور، لان يعني الانتاج يعني ثقافه استهلاك التمور غير موجوده. ولهذا انا اطلب يكون هناك تشجيع يعني زياده عدد النخيل، خاصه مثلا ذكرنا سابقا وتكلمنا على العربيه السعوديه دوله يعني العدد سكانها تقريبا 30 مليون وعدد الاشجار، واصحح هذه القضيه، عدد النخيل في العربيه السعوديه 31 مليون نخله، رغم ان السعودية العربية السعودية الأراضي تاعها قاحلة صحراء. إذا حقوا هذه القضية، يعني لماذا لا نحقق هذه القضية هنا في الجزائر؟ كما تسعى دكتور بوشيخي الجزائر إلى استغلال منجم غار جبيلات للحديد ومنجم وادي أمزور للزنك والفوسفات قصد التخفيف من الاعتماد على عائدات المحروقات، يعني هي أستاذ أهمية اقتصادية للمنطقة وتعود بالفائدة على ساكنتها وحتى على الاقتصاد الوطني ككل. يعني ما هي الآليات الواجب توفرها لتجسيد أو تسريع ذلك والبنى التحتية الضرورية لتحقيق هذا المشروع أو المشروعين الهامين أستاذ؟ إذن كما ذكرت المشروعين مهمين، المشروع تاع غار جبيلات في تندوف ومشروع بالنسبة للزنك اللي هو في بجاية. الجزائر معروف، الجزائر تملك ثروة وموارد كبيرة في قضية تاع ثروات المنجمية. وبالنسبة لغار جبيلات، غار جبيلات معروف أن هناك معدن الحديد، وهذا عبارة عن ثروة كبيرة، ورهم يعني هي ثروة معطلة، يجب استخراجها. ولما نستخرجها نقوم أولا بتحويلها من تراب الحديد إلى حديد صلب، ثم تسويقه،
ونكون نحن الجزائر نكون رقم واحد في الحديد. يعني هذه معروفة. يعني والتسويق تاعها يا إما نقوم بتحويله عن طريق إنشاء مصانع في تندوف ومصانع في بشار، وننقل أيضا تراب الحديد إلى وهران من أجل صهره وإنتاج الحديد مع أصدقائنا الأتراك في المصنع الكبير في 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 وهران. وأيضا بالنسبة للزنك، الزنك موجود في بجاية وهو معدن يعني مطلوب عالميا، والجزائر لها ميزة تنافسية فيه أنها سهل الاستخراج، يعني احنا عندنا طريقة معينة للاستخراج. ولهذا أنا أطلب إعادة بعث الشركة الوطنية للمعادن، لاستخراج المعادن لكسونارام، يعني لابد من إعادة بعثها وتكليفها بقضية هذه اللي هي استخراج المعادن، ثم تسلمها للشركات الأخرى لتقوم بعملية التحويل والإنتاج في ميدان الصناعة. يعني والجزائر ممكن جدا تحقق ميزة تنافسية وتحقق يعني هذا الرقم بسيط بالنسبة للجزائر. لما الجزائر قالت نريد أن نحقق 18 مليار دولار خارج المحروقات، هذا رقم بسيط، يعني فقط بالمعادن وبالأتربة، الأتربة النادرة الموجودة في تمرس. يعني هناك أتربة معينة تستعمل فيما يسمى بالبطاريات، البطاريات للسيارات الكهربائية. احنا الجزائر تملك تلك الأتربة النادرة، يعني هذا معدن معروف ومشهور في الجزائر. راه المعادن يعني موجودة في الطبيعة، يعني عندنا معادن موجودة في الطبيعة لم يتم استخراجها. يعني أستاذ بوشيخي، أكيد أنه هذه العملية الاقتصادية التي تسعى الجزائر لتحقيقها وتطوير الاقتصاد الوطني وحتى التصدير، يحتاج أستاذ بوشيخي يعني إلى يد عاملة مؤهلة ومؤهلة التكوين، يعني عالية التكوين، وكذلك التكوين المستمر الذي أصبح ضروري للتماشي مع تطور الحاصل في العالم في العديد من القطاعات والميادين. بالنسبة للطاقات العمل المؤهلة للعمل، شوف أنا ذكرت هذه القضية، قلت سابقا، شوف الجزائر لها 1.7 مليون طالب جامعي في التكوين، وأيضا هناك 2.3 مليون بطال يأخذ منحة، وأيضا هناك 3.3 مليون عامل يشتغل في الاقتصاد الموازي الأسود، مستقبله غير معروف. إذا الطبقة الموجودة في الجزائر تقريبا 7 ملايين عامل جاهز، يعني فقط باقي استيعابه. أين يذهب هذا العدد؟ يذهب إلى الشركات الوطنية، يذهب إلى القطاع الخاص لاستيعابه، ويذهب إلى الاقتصاد الرسمي، يذهب إلى الاقتصاد. الجزائر معروف عالميا أنها تملك يعني طبقة شغيلة نشطة، يعني نحن على عبر كامل التراب الوطني هناك معاهد التكوين المهني، وهناك جامعات، وهناك يد عاملة مؤهلة. يعني هذه القضية فقط، باقي قضية يعني استغلالها، يعني وضع القطار على السكة. أستاذ بوشيخ، يعني حتى أصبح يعني دور مراكز البحث يعني ضروري في عملية الانتقال حتى الاقتصادي، يعني وحتى تطوير في بعض المشاريع، وحتى إذا وجد مشاكل يمكن لهذه مراكز البحث أن تتدخل يعني من خلال الاستشارات المقدمة. بارك الله فيك. المادة الرمادية في الجزائر كاين تقريبا 66 جامعة، وفي كل هذه الجامعات، في كل جامعة هناك عدد كبير من مراكز البحث، يعني يتجاوز في بعض الجامعات 30 مركز، 30 يعني 30 مركز بحث علمي. وهذه المراكز كلها قامت بإعداد بحوث خاصة في مجال أطروحات الدكتوراه، ومعروف بلي أطروحة الدكتوراه فيها إشكالية، معناتها هناك عمل قام به هذا الدكتور الطالب وقام بتشخيص مشكلة وأعطى الحلول. في نهاية كل دكتوراه هناك توصيات وهناك نتائج تاع بحث، معناتها لدينا عدد كبير من البحوث ولكنه موجود في الرفوف،
يعني لم يتم استغلاله بسبب العلاقة ما بين وزارة التعليم العالي وبقية ومختلف بقية الوزارات. يعني لا يوجد تزيد على الميدان، يعني تلك البحوث اللي تتكلم عليها لا توجد في الميدان، يعني ما نحن لا نستغل البحوث توانا، يعني كل بحوثنا موجودة على الرفوف. ولهذا فالسيد رئيس الجمهورية يطلب هذه القضية معناتها، وحتى أننا نذهب ما يسمى بالمؤسسة الناشئة، يعني أي طالب جامعي له فكرة معينة ويقوم بالبحث عليها ويتحصل على شهادة مؤسسة ناشئة، فمباشرة يروح يكون المؤسسة تاعه الناشئة والدولة تقدم له الدعم الكامل باش يحقق المشروع تاعه على الميدان. ما تسعى عليه الدولة أستاذ كذلك إلى بعث نشاط المؤسسات الناشئة والاستفادة حتى من الخبرات يعني لبعض الدول التي لها يعني لها سنوات في هذا الميدان. أكيد أن الشراكة أستاذ بوشيخي يعني في بعض الميادين يمكن أن تقدم الخبرة وحتى الاستفادة من التحويل التكنولوجي. نعم، يعني هذا المقصود به التعاون. الجزائر معروف سابقا يعني خاصة في السبعينات 98 كانت تعتمد على ما يسمى بالتعاون، تعاون جنوب جنوب، يعني التعاون بين الجزائر وروسيا، التعاون بين الجزائر والصين، التعاون بين الجزائر وتركيا. وهذه القضية في الميدان، يعني من خلال ما يسمى بالتعاون فهناك يتجسد واحد القضية اسمها رابح رابح، وليس بيع بضاعة معينة ونكون نحن فقط سوق الاستهلاكي، لا، يعني نكون في إطار تعاون ويتجسد هذاك التعاون من خلال مختلف يعني الوزارات، يعني كل وزارة من الوزارات تقوم بوضع برنامج للتعاون مع مختلف الدول وتروح في مشاريع رابح رابح. أكيد، وهذا ما تسعى إليه دكتور أبو شيخي الدولة، يعني كل هذا المسعى من أجل يعني جعل المواطن يعني في أولويات السلطة، وكذلك السعي للحفاظ على القدرة الشرائية من أجل تحقيق استقرار جبهة اجتماعية. أشكر ضيفي الكريم في حصة اليوم الأستاذ بوشيخي بوحوص، أستاذ في الاقتصاد من جامعة مستغانم. شكرا لك أستاذ. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، تمت حلقة اليوم، السلام عليكم.